يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة في مستهل هذا الأسبوع، أخبار عديدة متنوعة على مختلف الأصعدة سواء محليا عالميا، وقبل كل ده كل جديد يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر الأخبار والتفاصيل على مدار فقرات مختلفة من حلقة اليوم زي ما حضراتكم متعودين دايما. لكن بما أننا احنا برنامج الترند، في الترند النهاردة هي نتائج الثانوية العامة، فأنا عايز أبارك لكل واحد نجح في الثانوية العامة، وكل واحد كان على أعصابه، والأهالي اللي دايما بيبقوا على أعصابهم، وإحنا طبعا كلنا جربنا الموضوع ده، فأي حد نجح بنقول له ألف ألف مليون مبروك، والنجح يرفع إيده، واللي يعني ما وفقش وما جابش نتائج كويسة أو لا قدر الله هيعيد الثانوية العامة أو حاجة، نتمنى له يا رب كل التوفيق وربنا يكرمه. لكن ده كان طبعا ترند مهم جدا النهارده، فمليون مبروك لكل الناس اللي نجحت، ونتمنى لهم يا رب النجاح الدائم في مسيرتهم التعليميه. سؤال حلقه النهارده وهو بيتعلق بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم المدعوم بالناشئين بعد قرار مجلس الاداره الناتج عن امور عديده جدا جدا في منظومه الكروية المصرية. لكن تواصلوا معنا من خلال سؤال الحلقة اللي هو مين هو الناشئ اللي انت بتتوقع انه يتألق في مباريات الأهلي المقبلة والمتبقية في بطولة الدوري. تفاعلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وحناخد تفاعلكم كالمعتاد في الجزء الأخير من حلقة اليوم يعني. فده سؤال حلقة النهاردة، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للاتحاد. وكمان قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الاثنين المقبل. أما في الترند العالمي، صلاح يسجل الموسم السادس على التوالي في افتتاحية البريمير ليج، ما شاء الله عليه. طيب أهم وأبرز مباريات اليوم، خلينا نبتدي بالدوري المصري الأكثر إثارة بكل تأكيد، أكثر من الدوري الإنجليزي يعني، خلي بالك. الساعة 6:30 مباراة فيوتشر مع غزل المحلة، في نفس التوقيت فاركو هيلعب مع الإسماعيلي، والساعة 9 بالليل بيراميدز هيقابل المقاولين. ده بخصوص الدوري المصري، أكيد يعني بهزر يعني. الدوري الانجليزي اهم واكثر اثاره واكثر متعه، وهو ترند كمان برضو النهارده بخلاف نتائج الثانويه العامه. كلنا كنا منتظرين انطلاق الدوري الانجليزي اللي ابتدى امبارح بمباراه كانت قويه جدا ما بين ارسنال وكريستال بالاس. ارسنال اللي بادئين الموسم بشكل ممتاز لما فازوا امبارح 2-0 على كريستال بالاس في ملعب كريستال بالاس، في تالق وتوهج حتى الصفقات كمان الجديده. لكن في المقابل البدايه ما كانتش جيده ليفربول النهارده، اللي لعب في تمام الساعه الواحده والنصف ظهرا في مباراه كانت صعبه قوي على ملعب فولهام، والميتروفيتش طبعا مهاجم فولهام قدر ان هو يجيب هدفين، وليفربول بعد ما تاخر بهدف عاد وتعادل، بعد كده تاخر من ضرب جزاء وعاد وتعادل ايضا في مباراه شهدت تالق معتاد من نجمنا العالمي المصري محمد صلاح اللي جاب هدف وعمل اسيست. فدي كانت المباراه الاولى النهارده في اطار عدد من المباريات انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 عشان تكون بدايه غير موفقه ليفربول في بطوله الدوري. لكن في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم بينطلق الشوط الثاني من احداث اربع مباريات. توتنهام الشوط الاول خلص لي مع ساوثامبتون في ملعب توتنهام بنتيجه 2-1، كان متاخر توتنهام بهدف مقابل لا شيء لكن عادوا وتقدموا. الشوط الاول كمان في مباراه نيوكاسل ونوتنغهام فورست الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. ليدز يونايتد مع ويلفرهامبتون تعادل ايجابي 1-1. بورنموث مع استون فيلا تقدم بورنموث ايضا الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدف مقابل لا شيء. وهنا الملحوظه ان كل الصاعدين من الشامبيونشيب للبريمير ليج يعني ابتدوا الموسم بشكل كويس، اللي هم فولهام تعادل مع ليفربول، نوتنغهام فورست حتى الان تعادل مع نيوكاسل، وبورموث متقدم مع استون فيلا في هذه البطوله المثيره. اما المباراه اللي هتكون قويه جدا هتكون الساعه 6:30 ما بين ايفرتون وتشيلسي ايضا بصفقاته الجديده كاليدو كولوبالي ورحيم ستيرلينج وبعض الصفقات المميزه. ده بخصوص الدوري الانجليزي اللي الواحد مبسوط قوي قوي بعودته بصراحه، لان بنشوف من خلاله كوره قدم حقيقيه يعني، الكوره الحقيقيه بنشوفها. تمام، خلينا نروح للدوري الفرنسي.
النهارده ستراسبورج بيلعب او ابتدى الماتش بالظبط الساعه 5 وانا بكلمكم كده مع موناكو في الدوري الفرنسي، تعادل بدون اهداف. وايضا في مباراه هتكون الساعه 9 بالليل ما بين كليرمون فوت 63 مع باريس سان جيرمان طبعا المدجج بالنجوم العالميه، دي مباراه هتكون قويه جدا في تمام الساعه 9 مساء. دي ابرز واهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل كل التفاصيل فاستنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. الاهلي في مرحله جديده ومرحله مهمه في نفس الوقت بعد القرارات اللي خدها مجلس الاداره اول امبارح، وهي قرارات في الحقيقه كانت غايه في الاهميه، وقرارات كانت يعني مهم جدا توقيتها لاسباب كتير كلنا عارفينها ومتابعينها فيما يتعلق بالتحكيم وتعنته بشكل واضح من خلال أخطاء كارثية وفجة من التحكيم المصري الذي لن يتطور تحت الإدارة الحالية، بالتحديد من خلال الكابتن عصام عبد الفتاح، واللي بصراحة خسر النادي الأهلي أو تسبب يعني هو أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في فقد النادي الأهلي لعدد من النقاط يصل لحوالي 14 نقطة في بطولة الدوري هذا الموسم. من وجهة نظري أنا بشوف أن الأهلي بقاله سنتين بيعاني من التحكيم المصري. رغم أن الأهلي بيقدر يوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا كل سنة، وحتى في ظل تواجد أخطاء تحكيمية في أفريقيا بالمناسبة، الأهلي كل سنة بياخد برونزية كأس عالم. فبرضه عشان في تحكيم عادل، عشان في عداله بتطبق في الملعب يعني. لكن للاسف الاهلي تاثر. هل انا بقول لك ان دي مثلا حجه او حاجه؟ لا، الاهلي كده كده وحش فنيا ودي حاجه احنا متفقين عليها. لكن في نفس الوقت حتى وانا وحش حقي جدا ان انا يعني يكون في عداله ليا في الملعب، عداله تحكيميه. ويا ما شفنا انديه كتير جدا جدا بتبقى اسوأ من السوق وبتكسب لمجرد ان في عداله. العدالة لم تكن متوفرة في مباريات النادي الأهلي للأسف الشديد، بشهادة الجميع، بشهادة كل عاقل، بشهادة كل عاقل ومحايد، كله مقر أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي فج على مدار الفترة اللي فاتت. فمن هنا كان قرار مجلس الإدارة بأنه يعني يرجئ مشاركته في السوبر المصري او يعلق المشاركه لحد ما تتنفذ طلباته اللي بتتمثل في اقاله لجنه الحكام برئاسه الكابتن عصام عبد الفتاح، وايضا التحقيق مع محمود عاشور حكم الفيديو في مباراه الاهلي وفاركو الذي لم يحتسب هدف صحيح بنسبه 100%. الواحد بيضحك ليه بصراحه؟ ليه؟ النهارده كان في ماتش ليفربول مع فولام، الجون الاول لفولام متروفيتش عمل وزب فوق ترينت الكسندر ارنولد ولعب الكره بدماغه دخل الجون. لو تفتكروا السنه اللي فاتت ايمن اشرف ليه لعبه نسخه تبقى الاصل من اللعبه دي ومن الهدف ده، وجون قدام البنك الاهلي في الماتش اللي كان بيتلعب في الماكس واتلغى. اشمعنى الاهلي بتلغي له اهداف؟ معرفش، مش عارف، زي الهدف اللي اتلغى في ماتش فاركو. المهم ان بيبقى فيه العاب مماثله جدا جدا. انا مش بشكك في نزاهه حد بالمناسبه برضه عشان كلامنا يبقى واضح، لكن في حاجه غريبه، اخطاء غير طبيعيه. فبالتالي الاهلي برضه منتظر نتائج التحقيق من اتحاد الكره بخصوص كابتن محمود عاشور يعني اللي ارتكب هذا الخطا الجسيم يعني. اللي الواحد ملاحظه وطبقا لبعض المعلومات ان اتحاد الكره ودن من طين ودن من عجين، اللي هو كان الاهلي ما كتبش بيان، وفي حاله من حالات اللامبالاه عند الاتحاد المصري لكره القدم واعضائه، وفي حاله من حالات الغضب عند الكابتن عصام عبد الفتاح. والكلام ده يعني بقوله بناء على مصادر من داخل الاتحاد المصري لكره القدم، والكابتن عصام عبد الفتاح واخد بعض يعني القرارات ان هو عايز يصعد يعني ضد النادي الاهلي ومش عاجبه كابتن عصام عبد الفتاح يعني. في كل الاحوال مش هقول لكم دلوقتي ايه بالظبط القرارات اللي هو خدها، لكن في نفس الوقت هنترقب هل هينفذها فعلا ولا لا، بالتحديد كابتن عصام عبد الفتاح. لكن اتحاد الكره الناس مش فاضيه، مجلس الاداره مش فاضي، الاستاذ جمال علام مسافر، كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات مشغولين، في ناس مع فيتوريا في اسكندريه، الراجل النشط جدا واللي انا بصراحه يعني متفائل بيه بشكل كبير جدا في زياراته لمختلف الانديه. فالناس كان الاهلي ولا هنا، او كان الاهلي ما كتبش اي بيان ولا قال اي قرارات، فهم عاملين نفسهم مش موجودين يعني. بس براحتهم
براحتهم، مفيش اي مشكله خالص. الاهلي لن يتراجع عن قراراته، الاهلي لن يتراجع عن قراراته، وده امر مؤكد. والاهلي ليه كل الحق في القرارات دي بالمناسبه. انت لما هتقول قرارات زي دي فانت اكيد متضرر، وانا هنا بطالب الاتحاد الكوره، بطالب اتحاد الكوره بصراحه. اي نادي يا جماعه، انتوا دوركم كاتحاد، كاعضاء اتحاد حتى الان لم يثبت نجاحه في اداره الكره المصريه بسبب كم الاختبارات اللي تعرض ليها وفشل فيها فشل ذريع، فشل فيها فشل ذريع. لكن انتوا دوركم ايه يا جماعه؟ بس يمكن انتوا مش عارفين، انتوا دوركم ان انتوا تجيبوا حقوق انديتكم، الانديه المصريه بشكل عام. لما تلاقي الاهلي عنده حق في حاجه دافع عنه او نفذ له طلباته، لما تلاقي الزمالك عنده حق في حاجه نفذ له طلباته، لما تلاقي بيراميدز، لما تلاقي اسماعيلي، لما تلاقي اي حد، ده دورك. طالما النادي ده عنده حق نفذ له طلباته، طالما النادي ده تضرر بشكل واضح ليك كمان انت كاتحاد وكاعضاء موجودين في مجلس الاداره، فلازم ان انت تنفذ له طلباته، وخصوصا لما يكون نادي كبير قوي 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 بعراقه وتاريخ واسم النادي الاهلي. لكن حاسس ويعني بستشف كده ان في عناد من اتحاد الكوره ومكابره، اللي هو ايه، لا الاهلي ما يمليش عليا قرارات، وانا اللي اخد قراراتي، وانا اللي انفذها، وانا اللي مش هرضخ لاي حاجه بتخص النادي الاهلي. فخليكم براحتكم، ما فيش مشكله خالص، الاهلي ثابت على موقفه الذي لن يتغير. طيب، من ضمن اهم القرارات اللي اتخذها النادي الاهلي بعد الاجتماع، وهي تتعلق بالاستعانه بلاعبين من قطاع الناشئين عشان يلعبوا المباريات المتبقيه للاهلي في بطوله الدوري. وانا بشوف ان القرار ده في حد ذاته اعتراف من النادي الاهلي بسوء المستوى الفني في الفتره الحاليه للمجموعه اللي كانت بتلعب، واعتراف بالمشاكل الفنيه الموجوده، ودي بدايه اصلاح من وجهه نظري. في مشاكل فنيه، اه طبعا في مشاكل فنيه ناتجه بقى عن اسباب كتير بقى، سواء ضغط ماتشات، تحكيم طبعا، اجهاد، اصابات بشكل وبعدد كبير جدا جدا، عوامل كتير اثرت على الاهلي يعني. لكن في كل الاحوال، لا انا عارف ان انا عندي مشاكل، عارف ان في لعيبه محتاجه ان هي تريح، ومحتاجه ان هي تاخد اجازه وتشم نفسها عشان تقدر تستفيق وتقدم الاداء اللي كانت بتاديه. فبالتالي كان قرار مميز جدا بالاستعانه بالناشئين في المباريات المتبقيه. نتمنى للعناصر اللي هتشارك، وانا هكلمكم عنهم بالتفاصيل واعرف جمهور الاهلي بيهم، في البعض ممكن يكون الجمهور عارفهم والبعض الاخر ممكن ما يكونش جمهور الاهلي عارفهم بشكل يعني محدد يعني. فنتمنى لهم يا رب التوفيق. انتوا بتلعبوا من غير ضغوط، انتوا بتلعبوا عشان تثبتوا نفسكم، تثبتوا او تحاولوا يعني ان انتوا تقولوا ان احنا نقدر ان احنا نشيل اسم النادي الاهلي ونلعب بالتيشيرت بتاع النادي الاهلي خلال الموسم القادم. قدامكم فرصه كمان ان انتوا لبعض اللاعبين يعني في بعض المراكز ان انتوا تقولوا لا احنا نقدر نشيل المركز ده، نقدر ان احنا نلعب، ما تجيبوش صفقات في الحته دي، ما تجيبوش صفقات في الحته دي. فدي فرصة مميزة بالنسبة لعدد من اللاعبين الناشئين المميزين جدا في النادي الأهلي، وهقول لكم أساميهم بالتحديد. معنى كلامي طبعا إن الأهلي برضو هيجيب صفقات، مش قصدي إن الأهلي مش هيجيب صفقات حتى لو لقى لعيبة كويسة، لا الأهلي كده كده هيجيب صفقات ولازم يجيب صفقات، يعني ده موضوع مفروغ منه يعني، صفقات تكون قوية، وبإذن الله الناس شغالة في القصة دي تطمنوا يعني. فخلينا نبتدي بالعناصر اللي تم استدعائها. نبتدي بمحمد نصير. محمد نصير ده مواليد 99، لاعب اصلا مركزه الاساسي رقم 8، ومن اللعيبه المميزه جدا في المركز ده، بس في بعض الفترات في قطاع الناشئين بيتم الاستعانه بيه في مركز المدافع، بيجيد كمان في مركز 6 في وسط الملعب، فهو لاعب مميز جدا وشارك مع الفريق سابقا في كاس الرابطه يعني. كمان محمد حمدي ده ملقب بميسي، وانا بصراحه يعني ضد الالقاب اللي زي دي، لان تحط ضغوط على اللعيبه. احنا هنا عندنا في الدوري المصري 2-3 ميسي، وموضوع مبالغ فيه شويه لان مفيش زي ميسي يعني. ففي كل الاحوال برضو ممكن يكون دافع بالنسبه له انه يبقى حاجه كبيره. هو مواليد 2003 وصانع العاب، بيجيد اللعب كوينج رايت وكوينج ليفت، فلعيب مميز جدا محمد حمدي. طيب عندك كمان علي عمر. علي عمر ده مواليد 2002، مهاجم فريق الشباب ومهاجم جيد. عندك احمد سيد غريب، الناس عارفاه، جاب جون في الاسماعيلي في كاس الرابطه في الدقائق الاخيره من المباراه، هو مواليد 2002 وشارك في كاس الرابطه زي ما قلت لكم. اللاعب اللي انا متوقع على المستوى الشخصي متوقع تالقه بشكل كبير جدا، ولما سالت عنه كتير في القطاع كان يعني الرد ايجابي بشكل مميز، هو احمد سيد عبد النبي، وده ظهير ايمن.
مواليد 2001، وكان شارك برضه في كاس الرابطه لبعض الدقائق. يعني لعيب جيد بيجيد الجوانب الهجوميه والدفاعيه بشكل مميز. في اعتقادي الشخصي بتوقع تالقه بشكل كبير جدا. يعني في كمان محمد شرقيه، ده مدافع مواليد 2003، وكان برضه شارك في كاس الرابطه، واعتقد معروف للبعض، ولعيب مبشر بالمناسبه جدا في خط الدفاع. ميدو نبيل، ده بيلعب في خط الوسط الهجومي، لعيب رقم 10 تحديدا، يعني مهاري جدا وبيجيد صناعه اللعب، فبالتالي برضه من اللاعبين المترقب جدا جدا ظهورهم. بجانب طبعا الثلاثي اللي كان موجود اصلا مع الفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت، محمد اشرف الناس متفائله بيه قوي وانا برضو متفائل بيه جدا، ظهير ايسر جيد قوي قوي قوي، وكنت انا تابعته عن قرب في ابو ظبي في كاس العالم، وشفته في تدريبات بصراحه لعيب كويس جدا جدا. وفي زياد طارق الناس عارفاه، محمد فخري الناس عارفاه برضو، ودول المتواجدين ومستمرين مع الفريق الاول منذ فتره، بالاضافه طبعا لاحمد او عفوا مصطفى احمد شوبير، وكمان عندك حمزه علاء ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراس المرمى المميزين اللي متواجدين. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق في الفتره اللي جايه، لان الاهداف بقت مختلفه دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي بعد القرارات الاخيره، وبالتحديد بخصوص تصعيد الناشئين. ايه هي الاهداف؟ هي استكشاف بعض العناصر التي قد تضيف للنادي الاهلي في الموسم المقبل، الموسم الجديد، ابقى عارف المراكز دي اللعيبه دي هتقدر تسد فيها، هقدر اعتمد عليها ولا لا. فهي فرصه مميزه جدا، وهي دي ابرز الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الحاليه، خصوصا في ظل يعني صعوبه المنافسه على بطوله الدوري، والزمالك قرب بشكل كبير جدا من حسم اللقب. يعني فالاهداف اتغيرت في المرحله الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيها، وان شاء الله باذن الله نلاقي عدد وافر من اللاعبين المميزين اللي يكونوا اضافه للمجموعه اللي موجوده كده كده في الفريق الاول. طبعا هي لعيبه جيده مش موفقه الفتره الاخيره، بتعاني بشكل كبير على المستوى البدني والذهني والفني، فان شاء الله باذن الله الاهلي يكون عنده قائمه اقوى واقوى بكتير خلال الفتره اللي جايه والموسم الجديد، وده امر مؤكد. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن تفاصيل اخرى تتعلق بالفريق واخر الاستعدادات للمباراه المهمه غدا، مباراه الاتحاد السكندري في اسكندريه، مباراه مهمة جدا، مش عشان منافسة ولا حاجة، بس مهمة برضو زي ما قلت لحضراتكم، نبص على اللعيبة الشباب بتاعتنا ونشوف الأمور تبقى ماشية ازاي، وخصوصا ان خلاص مش هيبقى فيه ضغوط خلال الفترة اللي جاية، الضغوط خلاص عدت وفي مرحلة أو مرحلة استكشاف ودعم للفريق الأول، وأكيد كل ده هيحصل بمساندة جمهور الأهلي العظيم، المساندة الدائمة المعتادة بشكل كبير. نروح لفاصل، بعد الفاصل تفاصيل أكتر. طيب خلينا نروح لاستاد مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي، عشان نطمن من خلاله على استعدادات الفريق لمباراه الغد الهامه جدا امام الاتحاد السكندري. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز امير هشام، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك توفيق، يعني عايزين نطمن من خلالك على استعدادات الاهلي لمباراه الاتحاد، بالتحديد في ظل تواجد عدد من الناشئين المقرر مشاركتهم في مباراه الغد، وعايز اطمن منك برضو على مدى جاهزيتهم للمشاركه في المباريات. يعني في البدايه امير، دوت التمرين الثاني على التوالي، يمكن الفريق استأنف تدريباته بالامس استعدادا ان شاء الله لملاقات الاتحاد في مباراه الغد باذن الله 9 مساء على استاد برج العرب بالاسكندريه في اطار مباراه الاسبوع 29 من الدوري العام. زي ما انت قلت يمكن في مجموعه كبيره جدا من الناشئين موجودين في تدريبات الفريق الاول، طبعا بعد القرار الاخير لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بالاستعانه في الناشئين بمجموعه من الناشئين وكمان اللاعبين العائدين من الاصابه فيما تبقى من مشوار الدوري العام لهذا الموسم. زي ما انت قلت يا امير، يمكن عدد كبير موجود، عدد كبير موجود من اللاعبين خلال المران اليوم، يمكن محمد نصير، محمد حمدي، على عمرو، احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي، محمد احمد شرقيه، وميدو نبيل المتصاعد من فريق 2003 هو محمد شرقيه، وكمان كان موجود من الاول طبعا محمد اشرف ومحمد فخري وزياد طارق، مع وجود طبعا مجموعه من اللاعبين الاساسيين او من لاعبي الفريق الاول العائدين من الاصابه او اللاعبين ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه في الفتره الاخيره زي اليو ديانج، مكسيوني، بيرسيتاو، واكرم توفيق، اللي نتمنى ان شاء الله في اقرب فرصه يكون مع الفريق. كمان
موجود حسام حسن، كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمد محمود. نتمنى ان التوليفه دي ان شاء الله تقدر تمثل النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع. طبعا في حراسه المرمى موجود علي لطفي ومصطفى شوبير وكمان حمزه علاء الحارس الثالث. زي ما انت قلت يا امير، يمكن الفتره المتبقيه من الدوري العام مباراه مهمه، ولكن اعتقد الجهاز الفني هيستغلها افضل استغلال في تجهيز مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي كانت يعني غايبه عن المشاركه بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت. كمان مجموعه كبيره جدا من الناشئين ان شاء الله نقدر نعتمد عليهم خلال الفتره المقبله ويكونوا مستقبل النادي الاهلي لسنوات طويله باذن الله. يمكن التدريب بدا في الرابعه والنصف، يمكن التدريب بدا بدري عن ميعاد المعتاد كل يوم في الخامسه والنصف، طبعا لان الفريق عقب انتهاء المران هيكون في سفر لمحافظه الاسكندريه والمبيت في احد فنادقها الليله ان شاء الله في معسكر مغلق للفريق. يعني زي ما قلت لك التدريب بدا، يمكن كان في محاضره فيديو قبل المران، بعد كده بعض الجمل البدنيه في الملعب، ومن بعدها تدريبات الكره، ومن بعدها اغلاق المران. طبعا في بعد يعني اول ما بينقضي اول ربع ساعه من المران بيتم اغلاق المران اللي بيكون بيقتصر والحضور الاعلامي فيه على قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي للنادي. عايز اطمنك ان صلاح محسن انتظم في المران اليوم الثاني على التوالي احدث العائدين من الاصابه. نتمنى طبعا السلامه لجميع اللاعبين، واللاعبين كمان اللي اصاباتهم مطوله ان شاء الله يكونوا في اقرب فرصه مع الفريق ويكونوا عونا لزملائهم مع بقيه يعني اللاعبين اللي حصلوا على اجازه زي محمد شريف، عمرو السوليه، حسين الشحات، وكمان محمد الشناوي، وعلي معلول، واخيرا افشل اللي حصلوا على اجازه من الجهاز الفني لنهاية شهر أغسطس بإذن الله. طيب برضو عايز أقف على مدى الجاهزية البدنية بالنسبة للعناصر الشابة اللي هتكون متواجدة في مباراة الغد يا توفيق، ومن خلال متابعتك للتدريبات هل هم بدنيا جاهزين؟ لأن الموسم كان انتهى فترة سابقة وكانوا بيبتدوا يعني فترة إعداد جديدة للموسم الجديد، فأنت شايف إيه؟ هل الناس جاهزة بدنيا؟ عندهم يعني مخزون بدني جيد يقدروا يستفادوا من خلاله في المباريات المقبلة؟ يعني النقطة دي مهمة جدا بالطبع. يمكن الموسم اللي كان الموسم الماضي انتهى بالنسبة لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، ولكن كان القطاع في بعض الأعمار ابتدى في فترة الإعداد بالفعل، وكمان عندنا بعض اللاعبين كانوا موجودين مع منتخبات خاصة منتخب الشباب 2003، يمكن محمد أحمد شرقية وكمان ميدو نبيل كانوا موجودين مع منتخب مصر المشارك حاليا في الدورة العربية في السعودية، كانوا موجودين في فترة الإعداد للمنتخب فما كانوش في فترة إجازة سلبية لمدة طويلة. باقي اللاعبين زي ما قلت لك كانوا بدأوا فترات إعداد مع أجازتهم الفنية في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا الجاهزيه البدنيه اللي هيحددها الجهاز الفني طبعا بقياده مستر ريكاردو سواريش، واكيد اي لاعب هيخش قائمه ال 22 لاعب المسافر لاسكندريه النهارده ان شاء الله يا امير هيبقى جاهز بنسبه 100% من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه. طبعا في عدد كبير جدا من اللاعبين زي ما قلت لك ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت كمان من الفريق الاول، هيكون لهم اكيد نصيب من المشاركه، خاصه اللاعبين اللي عائدين من الاصابه في الفتره الاخيره ولم يحصلوا على الفرصه الكامله للمشاركه، اعتقد ده هتبقى فرصه ذهبيه لمشاركتهم. وعايز اطمنك ان زي ما قلت لك لاعبي قطاع الناشئين فيهم عدد كبير جدا كان بدا فتره اعداد بالفعل، وكان فيهم عدد كمان موجود مع منتخب الشباب خلال فتره الاعداد الفتره القادمه الفتره الماضيه يا امير. طيب توفيق، احنا عندنا الاتحاد بكره يوم الاحد، وبعد كده هنلاعب المصري في اسكندريه برضو يوم الاربعاء، هل في اتجاه عند الجهاز الفني الاستمرار في اسكندريه بعد مباراه الاتحاد، ويبقى يعني في زي معسكر مصغر كده للمجموعه اللي موجوده حتى الانتهاء من مباراه المصري ثم العوده للقاهره، ولا لسه الامر ده لم يحسم بعد؟ لم يحسم بعد يا امير الى هذه اللحظه، ولكن زي ما انت قلت يمكن الاتجاه الاكبر او النسبه الاكبر هو البقاء في الاسكندريه. طبعا انت عارف يوم الاحد انت الماتش الساعه 9 تقريبا عقبال ما تخلص واللاعبين يخلصوا يعني تغيير ملابسهم بعد انتهاء المباراه هتبقى تقريبا الساعه 12 اللي هو هيبقى صباح يوم الاثنين، والمباراه عندك الاربع برضه هتبقى على نفس الاستاد ملعب برج العرب في الاسكندريه، والفريق ان شاء الله هيعسكر النادي في الفندق المعتاد ليه في مدينه برج العرب. فاعتقد الاتجاه الاكبر، وان كان لم يتم الاعلان على الامر بشكل رسمي، ولكن الاتجاه الاكبر لدى جهاز الكوره بقياده كابتن سالم حفيظ بالفعل هو البقاء في الاسكندريه والمواصله. انت بتتكلم انك تقريبا فجر الاثنين هتخلص المباراه وعندك مباراه يوم الاربعاء، فيكون متبقى امامك اللي هو تدريب الاثنين والثلاث ومن ثم يوم الاربعاء المباراه. فاعتقد الاتجاه الاقوى او اللي هيكون الاتجاه الاقوى القرار اللي هياخده الجهاز الفني بقياده كابتن سالم حفيظ ومدير الفني للفريق مستر ريكاردو سواريش هو البقاء في الاسكندريه، ومن ثم العوده للقاهره بعد اداء مباراتين الاتحاد، ومن ثم يوم الاربعاء ان شاء الله امام المصري. طيب اخيرا توفيق، هسالك بقى على حاجه او شق اخر بخلاف الفريق الاول لكره القدم، هو بيتعلق بالجانب الاجتماعي او بالتحديد يعني اعضاء النادي الاهلي، وكيف استقبلوا قرارات مجلس الاداره الاخيره وانطباعاتهم ايه بالتحديد بعد هذه القرارات المميزه من المجلس.
يمكن بالفعل يا امير زي ما انت قلت دايما زي ما بنقول مش بس اعضاء النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي وجمهوره هو ده حمايه زي طبعا الشعار. انا بتكلم اعضاء النادي الاهلي بما انك متواجد جوه النادي، لكن احنا يعني لامسين رضا الجمهور بشكل كبير جدا على القرارات دي، لكن انا بتكلم بما انك يعني بتحتك دايما باعضاء النادي الاهلي بالتحديد وانت موجود في الجزيره يعني. والاعضاء كمان يا امير زي ما انت بتقول احنا موجودين معاهم هنا في مقر النادي الرئيسي بالجزيره، وكمان بنروح المقرات الاخرى، حاله تلاحم تامه جدا ما بين الاعضاء، حالهم وحال جماهير النادي الاهلي، هم جزء من جماهير النادي الاهلي طبعا. بالفعل حاله رضا تام، حاله مسانده غير عاديه لقرار مجلس اداره النادي الاهلي، ودايما اعضاء النادي الاهلي انا لما بنتكلم معاهم لك اي قرار في صالح النادي الاهلي يحافظ على مبادئه يحافظ على كرامته يحافظ على تقاليده احنا وراه طبعا. يمكن الناس كلها يعني تابعت على مدار الموسم المنقضي وكمان الموسم الحالي امير حاله كبيره جدا من الظلم بتعرض لها النادي الاهلي في كثير من المباريات، يعني تعدد حدود الصدفه او الاخطاء الفنيه فاعتقد يعني زي ما احنا لمسنا هنا من اعضاء النادي الاهلي حاله مسانده وحاله تلاحم وحاله يعني كل اعضاء النادي الاهلي هنا واقفين خلف مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ومؤيدينه في اي قرارات من شانها حفظ حقوق النادي الاهلي كعادة دايما جماهير النادي الاهلي واعضائه كمان هنا في كافه الفروع وعادة كمان مجلس ادارته اللي بيمثل جمعيته العموميه وجماهير بملايين يا امير سواء داخل مصر او خارج مصر طبعا. كمان طبعا يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق رئيس القناه الاهلي كان معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، طمنا على فرقتنا واستعداداتهم لمباراه بكره ان شاء الله قدام الاتحاد، واتكلمنا كمان في بعض الجوانب اللي بتتعلق باعضاء النادي الاهلي وانطباعاتهم عقب بيان النادي الاهلي الاخير. وبصراحه موضوع التحكيم يا جماعه بقى غريب جدا، يعني احنا بنشوف ماتشات الحكم بيوقف فيها الملعب عشان يطلع يبص للفار، يطلع يشوف ويراجع الفار، وتيجي انت في ماتشات الاهلي تتحايل عليه في حالات محتاجه انك تروح تبص للفار وما يبصش وما يروحش ولا حتى الفار بيناديه. الموضوع غريب، هو بصراحه الموضوع غريب جدا، مش بشكك والله في نزاهه حد بس هو موضوع غريب، صح ولا لا؟ صح. تلاقي مثلا اخطاء، تلاقي ايه؟ تلاقي مثلا الاهلي ليه ضربه جزاء فالحكم ما يكلفش نفسه يروح يراجع الفار، حتى لو الفار تواصل معاه في 5 6 ثواني تتلغي الضربه، مع انها محتاج ان انت تروح تبص على الضربه، تيجي تلاقي الاهلي مثلا جاب جون. تلاقي الحكم قعد ربع ساعه يراجع في الجون، ها هتطلع اوف سايد، يا ما تطلع اوف سايد احسن. ما الواحد بيحس كده بصراحه، مش انا بس يعني ناس كتير جدا بتحس كده. بالمناسبه في ناس بانتماءات مختلفه شايفين كده برضه. فالموضوع فاق كل الحدود، فاق كل الحدود، وده ناتج عن ايه؟ ناتج عن إدارة سيئة لمنظومة التحكيم في مصر، وناتج عن الموافقة على تصريحات ومصطلحات مستجدة على التحكيم في العالم كله مش في مصر بس. زي إيه؟ طبعا حضراتكم فاكرين زي موضوع الاحتواء، زي موضوع روح البروتوكول وحاجات غريبة من نوعها. فطبيعي إن أنت لما توافق على مصطلحات زي دي كمثلا مسؤول عن الحكام في مصر، ولما تدافع عن حكامك في اخطاء كارثيه بيرتكبوها، ده لازم يكون الناتج الطبيعي لاداء التحكيم الكارثي في الدوري المصري. نامل باذن الله تعالى ان الراجل كلاتنبرج ده يجي، لما يجي سيبوه يختار براحته، ما تفرضوش عليه حد، اسمع اللي انا بقول لك عليه، ما تفرضوش عليه حد، انتوا متمسكين بيه، سيبوا الراجل يختار براحته. وانا المعلومه اللي عندي ان هو لما هيختار هيبقى في حد مؤقت يعرفه بس الدنيا ايه، والراجل المؤقت ده هيمشي والراجل كلاتنبرج ده هيتولى مقاليد الامور كلها داخل لجنه الحكام. فاتمنى له يا رب كل التوفيق والنجاح زي ما احنا شفنا وعرفنا قد ايه هو طور في التحكيم اليوناني، نتمنى ان احنا كمان نتطور، احنا عايزين نتطور لان الفار لما جه ما اتطورناش، كنا متوقعين ان احنا نتطور لكن سوء الاداره ادى لاخطاء فجه زي دي. فاصل ونكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نشوف ترند الاهلي وايه اهم واخبار اهم وابرز الاخبار اللي اتقالت على الاهلي. نبتدي بيلا كره حسام على تويتر، واللي بيقولوا ان الاهلي يمنح راحه لمعلول والشناوي وقفشه، وده خبر خلاص يعني معروف، الثلاثه من اكثر اللاعبين اللي لعبوا مباريات مع النادي الاهلي اخر 3 سنين، يعني قفشه تقريبا اكثر لاعب في العالم لعب ماتشات، الشناوي برضو، علي معلول كذلك سواء مع الاهلي او مع منتخب بلاده، فطبيعي جدا ان هم يجهدوا، طبيعي جدا ان هم يتاثروا بدنيا وفنيا وذهنيا ونفسيا وكل حاجه. فكان قرار مميز جدا ان هم ياخدوا راحه سلبيه عشان الكره توحشهم، فلما الكره توحشهم يقدروا ان هم يرجعوا بدوافع مختلفه وبروح جديده وبلياقه كمان تكون جيده يعني. فبشوف ان ده كان قرار جيد جدا بالنسبه لهم.
طيب تعالوا نروح لخبر اخر وده من الوطن سبورت، ابرزه معلول اجازه 3 اسابيع للثلاثي الاهلي بتعليمات من ريكاردو سواريز، ما اتكلمنا فيها خلاص. نخش على الخبر اللي بعده وده من خلال كوره 11 على تويتر، يبدو ان سواريز سيكون امام فرصه لبناء جيل جديد من الشباب. 3 فوائد للنادي الاهلي بعد قرار النادي باستكمال مباريات الدوري بالناشئين. ايه الثلاث فوائد اللي هم بيتكلموا عنها؟ اول حاجه رهبة اللعب من نجوم الفريق الأول أو مع نجوم الفريق الأول، الخبرات التي سيكتسبها اللاعبون الصغار، يعني شايفين أن اللعيبة الصغار الشباب أو الناشئين هياخدوا خبرات من المشاركة مع الفريق الأول فده مكسب. كما سيتيح هذا القرار فرصة للاعبين الشباب باحتمالية بقائهم مع الفريق الأول طبعا إذا ظهروا مستوى جيد في المباريات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز. أكيد الدفع باللاعبين الشباب مع الفريق الأول ومنحهم الفرصة سيقلل بنسبة ليست قليلة من عدد الصفقات التي يمكن أن يبرمها النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لو حد ظهر بشكل جيد. لكن أنا يعني الجزئية الأخيرة أو رقم 3 دي بالتحديد، النقطة رقم 3، بقول لحضراتكم في كل الأحوال الأهلي خلاص يعني ناوي على صفقات معينة بعينها هتكون قوية جدا جدا بالنسبة للفريق يعني. فالجزئيه دي لازم نطمن من خلالها الجمهور الاهلي. ممكن واحد يسمع دلوقتي يقول لك يعني انتوا هتستعينوا بالناشئين؟ ممكن تستعين بالناشئين يكونوا مميزين، لكن في نفس الوقت مش هتخليك تتراجع عن الصفقات اللي انت ناوي ان انت تبرمها يعني. الوطن سبورت بيتكلموا على ان الاهلي يفاضل بين 16 لاعبا في الدوري المصري بميركاتو 2022. اجتهادات هتبقى طبعا بشكل طبيعي موجوده في الجانب ده، واكيد في عدد من اللاعبين مرشحين من الدوري المصري انضمام للنادي الاهلي، ده امر مؤكد. اكيد الاهلي مهتم ببعضهم، ده امر برضو مؤكد. اكيد الاهلي استقر بشكل كبير على مين منهم يتم التعاقد معاه، وده برضو امر اكثر تاكيدا. لكن اسماء كتير هتسمعوها وفي الاخر هنشوف الاهلي هيستقر على مين فيهم، وبصراحه في اسماء مميزه جدا. طب خلينا نقول الخبر يعني، بس مش معنى ان احنا نقول خبر نقول ان دول الاهلي خلص معاهم او دول ممكن يكونوا في حسابات الاهلي، دي حاجه تخص الاداره والاهلي يعلن في الوقت اللي هو يحب يعلن عنه يعني. لكن هنا مثلا قال لك في حراسه المرمى في اهتمام بمحمد صبحي بتاع فاركو ومحمود جاد. بالمناسبه محمد صبحي ده لاعب فاركو بشكل نهائي لان هو كان معار من الزمالك وفاركو سددوا البند الخاص بشرائه وسددوا الفلوس في اتحاد الكره من اسبوعين تقريبا يعني. فمحمد صبحي لاعب فاركو او حارس فاركو، هو محمود جاد من انبي حارس فاركو برضو او حارس انبي برضو. خط الدفاع محمد حمدي من بيراميدز، محمد شكري سموحه، هشام صلاح الاتحاد الاسكندريه، اعتقد محمد حمدي قرب يجدد في بيراميدز. عمرو السيسي طلائع الجيش، مصطفى الزناري طلائع الجيش، احمد ياسين البنك الاهلي، في من الاسماء دي مش حسابات الاهلي بالمناسبه. خط الوسط كريم نيدفيد فيوتشر، محمد رضا بوبو فيوتشر، كريم نزل كده كده اعاره من عندك وشكري برضو اعاره من عندك في سموحه. عندك خط الهجوم ابراهيم عادل من بيراميدز لاعب مميز قوي، احمد عاطف كذلك لاعب مميز ايضا من فيوتشر، احمد رفعت فيوتشر، مصطفى شلبي ام بي، شادي حسين سيراميكا، مصطفى سعد سيراميكا. يعني دي الاسماء اللي بيتكلموا عنها في الخبر، مش بناكد على اي اسم لكن بنحاول ان احنا نقول لحضراتكم اللي بيحصل في الاخبار وبنعلق عليها. البعض من الاسماء دي ممكن يكون موجود في حسابات الاهلي والبعض الاخر خارج حسابات النادي الاهلي. طيب ده كان ترند الاهلي، نروح لفصل سريع بعدين نكمل. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا ناخد تفاعلكم معانا من خلال سؤال الحلقه واللي بيخص توقعاتكم لمين هو الناشئ اللي ممكن يتالق مع الفريق خلال المرحله المقبله وما تبقى من بطوله الدوري. مريهان محمد قالت احمد سيد عبد النبي، اتفق معاها، وميدو نبيل ورأفت خليل لما يرجع باذن الله. رأفت خليل موجود مع منتخبنا الوطني ولاعب مميز جدا وبيأدي بشكل جيد منتخب الوطني الشباب في بطوله كاس العرب. عبد الرحمن محمود قال ان شاء الله تألق الجميع، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي واتوقع زياد طارق وعلى الحلوه والمره معاك يا اهلي. تمام. ناخد كمان سعيد صالح، زياد طارق، احمد سيد، غريب، محمد شرقيه. ناخد عمرو السايح قال ان شاء الله كلهم يكونوا على قد المسؤوليه باذن الله، طالما الناس موجوده او اللعيبه موجودين في النادي الاهلي ومتربيين جوه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيكونوا على قد المسؤوليه. محمد مجدي قال اتوقع تالق المدافع محمد شرقيه ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين باذن الله الكل يكون موفق. ده كان تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.